السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم فنانين؟ معاكم محمد سعد. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الرموش والحواجب. تعتبر الرموش والحواجب من المشاكل اللي بتقابل الفنانين وما بتظبطش معاهم، او النهاردة ان شاء الله بإذن الله في درسنا هنتعلم ازاي نرسم الرموش والحواجب، وهنتمكن من رسم الرموش والحواجب بإذن الله. ما تنسوش الفنانين تعملوا لايك للفيديو، ولو انت اول مرة تزور القناة تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتمنى تكون الحلقة مش طويلة عليكم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنانين النهاردة هنتكلم عن الرموش والحواجب. طيب، في ثلاث أنواع من الرموش، في الرموش الأمامية وفي الرموش الجانبية وفي الرموش المغمضة. هنرسم الثلاث أنواع مع بعض. أول نوع هنرسمه هي الرموش المغمضة، زي ما انتم شايفين كده اهو، هادي عين مغمضة اهي. طيب، هنبدأ نرسم الرموش المغمضة يا فنانين مع بعض. قلم سنون 5، هنبدأ نرسم الرموش. الرموش زي ما انتم شايفين كده اهو اهو، بعشوائية خالص. طيب، هنبدأ نقارن مع بعض. في فنانين بيعملوا كده، ده غلط. صح اهو، زي ما احنا شغالين كده اهو. هنجيب القلم 7 ونتقل على الاماكن اللي عايز تتقل عليه. عايزكم يا فنانين تطبقوا معايا الدرس ده النهارده ان شاء الله، وتبعتولي علشان اشوف ايه الاخطاء اللي عندكم واقول لكم. هنجيب القلم البي اهو، لو عايز حته تغمق ولا حاجه الفور بي. ادي يا فنانين، تمام. ده بالنسبة للعين المغمضة. طيب، العين الجانبية هذه مثلا عين اهي، طيب فنانين بيرسموا العين المغمضة كده، وكده غلط. طيب، العين المغمضة فنانين اهي، هنبدأ مع بعض من هنا كده اهو، هننزل كده اهو. هنجيب القلم 7 تمام يا فنانين. طيب، الرموش اللي تحت، الرموش اللي تحت اهي،
تمام يا فنانين، في حاجة صعبة؟ إن شاء الله بإذن الله بعد الفيديو ده كلكم هترسموا الرموش كويس جدا والحواجب إن شاء الله. ولو في أي حاجة برضو ابعتولي وقولولي إيه المشكلة وأنا هقول لكم تعملوا إيه بالظبط. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. طيب تمام يا فنانين. طيب النوع الثالث، النوع الثالث يا فنانين هو الرموش الاماميه. مثلا احنا جينا سامعين دلوقتي اهو، وليكن عيني. تمام. طيب الرموش الاماميه فنانين ليها ثلاث اتجاهات، كده كده كده، دي الاتجاهات بتاعتها. هنبدا نعمل كده اهو لبره، كده اهو، كده احنا حددنا اتجاهات العين اهمت. هنبدأ نمسك القلم السنون السبعة، هنمسك الفور بي، طيب الرموش اللي تحت، الرموش اللي تحت اهي، خط الرموش اهوت، الرموش اللي تحت كده الاتجاه الاول، كده الاتجاه التاني، كده الاتجاه التالت اهو، كده تقف كده اهو، كده كل ما كانت الرموش منطورة كده كل ما كانت ادت واقعية اكتر. في فنانين بيرسموا الرموش، بيرسموا الرموش كده، كده غلط. الرموش الصح اهي زي ما انتم شايفين كده. طبقوا معايا يا فنانين، بس اهم حاجه عشان خاطر التطبيق هو اللي هيخليكم ان شاء الله ايه تتمكنوا من الرسم. تمام كده عرفنا الرموش بترسم ازاي. نيجي لرسم الحواجب. في فئة من الفنانين بترسم الحاجب كده، كده غلط. تمام في فئة من الفنانين بترسم الحاجب كده، كده غلط. طيب ايه الطريقة الصحيحة لرسم الحاجب؟ طيب ايه الطريقة الصحيحة لرسم الحاجب؟ الطريقة الصحيحة، بص يا فنانين، مبدئيا كده الحاجب عبارة عن شعر زي الرموش. بنبدأ من هنا كده اهو، الحاجب ليه تلات اتجاهات، كده كده كده. بنبدأ من هنا كده اهو اهو، بنحدد اتجاهه بالقلم الخفيف كده اهو، تمام يا فنانين اهو اتجاه الحاجة. احنا عايزين نرسمه هايبر رياليزم اللي هو يبان ان هو شعر فعلا. ادي اتجاه الحاجب اهو،
كده عرفنا اتجاه الحاجة. طيب بنبدأ من جوه كده كده. بص يا فنانين كده عبارة عن شعر خطوط اهي عشوائية كده اهي. تمام، دي الخطوة الأولى. هنيجي بالقلم السنون السبعة ونبدأ نغم. ممكن يا فنانين بقلم واحد نعمله مفيش مشكلة، بس أنا يعني أنا بعلمكم بالراحة واحدة واحدة ومفيش أي مشكلة علشان خاطر ما تتلخبطوش، وبرضه في نفس الوقت تتأقلموا إن أنتوا تستخدموا درجات الأقلام كلها. تمام يا فنانين، في حاجة مهمة بقى. ايه هي؟ ممكن نشتغل بقلم 6 بي وممكن نشتغل قلم جاف اسود اهو. تمام، هنبدأ نعمل بيه الدرجات ده، نسود بقى الجزء ده. بس ما نغلطش، نخلي بالنا. تمام يا فنانين، زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام يا فنانين. طيب في نوع تاني من الحواجب، ايه هي؟ لو عملنا كده اهو، حواجب بتبقى رفيعه جدا، يعني جايه كده اهي ونازله هنا. الحواجب دي بنرسمها ازاي؟ القلم بتاعنا بيبقى كده، بتبقى نظام كده يا فنانين. زي ما انتوا شايفين كده فنانين اهوت. بجيب القلم الجاف زي ما انتوا شايفين كده فنانين اهو. ادي دي الحواجب الرفيعه، عشان لو حد عنده حواجب رفيعه ولا حاجه اهو. الجزء ده بيبقى كده اهو. تمام يا فنانين، وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده، واتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد. وبكده فنانين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الفنانين. وما تنسوش تعملوا متابعة للأكاونت على انستجرام عشان يوصلكم الجديد، ولو في أي مشكلة تقدروا تكلمونا على انستجرام أو على الأكاونت الشخصي بتاع الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.